احنا مجموعه من الشباب اغلبنا من الخريجين طبعا من سكنه البتروكيماويات، خرجنا هاي المظاهره الثالثه. اول مظاهره كانت بال 2019، المظاهره الثانيه كانت بشهر رمضان بال 2022. من طلعنا مظاهره سنه 2019 اخذوا اسمانا. من اخذوا اسمانا؟ صعدا بالقرص البغداد، العفو قبل لا يصعدن البغداد تم التلاعب بالقرص. المتنفذين بالدائرة، دائرة البتروكيماويات، قاموا بتبديل الأسماء. أسماءنا تبدلت، جابوا أسماء من يمهم وخلوها. كل الأسماء تبدلت لو مجموعة؟ أغلبها. اللي ما عنده أحد، اللي ما عنده واسطة، اللي ما حد عرف بالدائرة شالوا اسمه. احنا عددنا بالمئتين، 250 240 اسم، ما عندنا مشكله. نعم. اللي هي اسماءنا اللي كان طالعه بال 2019 بال 2022 وافقنا عليهن، جابت لنا عندنا اوراق مستندات بين طالعات اسماءنا ويا هاي اسماءنا اللي هم حذفوهن واللي جابوا غيرهن بمكانهم، صار بالحذف في الاستحداث اللي هم اشتغلوا بالاداره. فمن رجينا راجعنا قلنا لهم يا ابا اسماءنا هيك، قالوا لا هذا الحذف في الاستحداث ما يتم على المدير، لازم يتم بالوزاره والماليه ويصير تغيير، فمشوا باجراءات ويانه قانونيه على اساس هم بس هم اشتغلوا من خلف الكواليس. بالنسبة 52 تقريبا من شهر رمضان 6 شهر كانت قناتكم موجودة. نعم. الحد الآن مماطلة، ما نعرف لمن نروح. يعني هسه غير يعطونا مثلا حل، ماكو حل. 250 موجودة، الله كريم، اليوم باكر عقبه جاي، شنو الوضع؟ ما جاي نفتهم ليش هالتهميش هذا، ما جاي نفتهم. زين احنا انا واحد من العالم اللي واكثر العالم اللي موجود هنا، احنا اسامينا استبدلت. خرجنا مظاهرات 2019. نعم. العدد مالنا ما يقارب تقريبا 200 250 اسم، فانصدمنا العدد صار تقريبا 1000 وكسور، كلهم مو من الحي السكن، يعني من خارج، حتى من خارج المحافظات، خارج محافظه البصره يعني كناصريه، حتى من السماوة ما رجبوا هنا عينوهم وبكاننا، واحنا عينونا بس 20 نفر من المجموعه للظاهره، وعينه 20 فقط عينه، والبقيه جينا غيروا اسامي مالتنا كلهم بدلوها.